الأهلي يفوز على المريخ السوداني بثلاثية مقابل هدف وحيد ويقترب من الصعود لدور الثمانية. خبرة واستغلالهم لأخطاء مدافعي المريخ وحارس مرمى هي اللي حسمت الموقف. هنتكلم مع نجومنا الكبار فنيا في مباراة اليوم، ولكن الحمد لله الهدف تحقق. المطلوب ان انت كنت تكسب المباراة النهاردة بغض النظر عن الأداء. الأداء كان بيعلى في أوقات وبينزل في أوقات، ولكن نادي الأهلي حسم الموقف وكسب الثلاث نقاط. كابتن